امبارح موسيماني وبسبب اللي حصل قال انه محبط للغايه بسبب النتيجه والتعادل السلبي امام طلائع الجيش، واكد كمان على ان كل اللاعبين عملوا اللي عليهم، بذلوا مجهود كبير جدا وساعوا كلهم لتسجيل في اكثر من فرصه ومن خلال اكثر من مناسبه، ولكن يعني لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح. وقال يعني برضو أدلى بدلو فيما يتعلق بمسألة التحكيم، قال لا أحب الحديث عن الحكام ولن أتكلم عن ذلك الأمر الآن. حكم مباراة الجيش لديه خبرات كبيرة وربما لم يشاهد الكرة التي لعبها ياسر إبراهيم برأسه في الشوط الأول بسبب زاوية الرؤية، ولكن يوجد ثلاثة حكام ولم يلحظها أحد وكذلك تقنية الفيديو. مؤلم أن يحدث مثل هذا الأمر وهو أمر يسبب الكثير من الإحباط. بص يعني اصل الموضوع برضو يعني مش عارفه الاقي له وصف. لما تيجي تتكلم تقول خطا تحكيمي، هو مش خطا، طب اخطاء تحكيميه، ما مش اخطاء بس، هي مش مجموعه، هي كوارث تحكيميه بتحصل. وخلي بالك من حاجه، الكلام لما يجي حد مثلا يقول لك اه ما انتوا بتقولوا كده علشان انتوا اتعادلتوا مثلا، لا خد بال حضرتك من حاجة، احنا قلنا الكلام ده قبل، يعني قبل يمكن كل مباراة بنقوله، يعني مش بنقوله بسبب نتيجة مباراة ما، احنا بنتكلم بنعقب على مباراة بتكون مثلا فاتت او حتى سابقة ممكن نكون مباراة فزنا فيها، بس برضو بنعلق على هذه النقطة. فالموضوع ملوش علاقة بالنتيجة اللي الاهلي بياخدها او بيحصل عليها في الاخر، احنا بنتكلم ان دي او دي مشكلة عندنا بقالها فترة طويلة جدا. وحضراتكم معلش يعني بالعين المجردة نقدر ان احنا نشوف ونحكم، مش محتاجين حاجة، يعني في امور واضحة زي الشمس زي ما بتقال. فلغاية امتى؟ هو ده اعتقد السؤال.